Merci. كانت دورة كروية في المستوى. نشكروا ثانوية محمد يزيد على هذه المبادرة اللي دارتها لنا، تفدنا بزاف. احنا كيما احنا درنا رياضة ونحينا ستريس تاع الباك، نحينا كلش. واليوم رانا فرحانين، توجنا بالبطولة هذه اللي نظمتها ثانوية محمد يزيد، وإن شاء الله مبادرات كيما هذو يتعاودوا. درنا هذه الدورة عبارة عن مهرجان في كرة اليد بنات وكرة القدم ذكور، بعد ما كان غياب النشاط الرياضي من الكوفيد، والحمد لله يعني الدورة كانت ناجحة، نقدر نقول لك 100%. التلاميذ عجبتهم الدورة هذه. الهدف تاعنا كان يعني تخفيف الضغط على التلاميذ، وخاصة تلاميذ سنة ثالثة نهائي اللي عندهم تحضير البكالوريا. وقفنا على تنظيم محكم لهذا النشاط الذي نعتبره مكملا لدراسة التلاميذ، ويساهم بشكل فعال في توطيد العلاقات بين الجماعة التربوية، ويساهم بقسط كبير في تخفيف من الضغط على طلبة القسم النهائي الذين هم يستعدون لشهادة البكالوريا.